قدرت اتنقل بالفاشن شوز بكل العالم، يعني عملت بامريكا، عملت باوروبا، عملت باسيا. في كتير مصممين عالميه بيعجبوني اسلوبهم، بس بحب كتير جيفانشي وبحب ديور. يعني اكيد بحب الكل، بس هلا اكثر شيء يعني مع انه صحتها مش منيحه كثير سيلين ديون. مصمم زياد نكد، اهلا وسهلا فيك معنا بفوشيا. خبرنا شو ابرز محطات هيدي المسيره؟ اهلا وسهلا فيكم، ثانكيو كثير. هي ابرز محطات انه اول فاشن شو عملته كان تغيير شامل لشغلي ولكل شيء. بتخيل يعني انه هو كان الابرز شيء لانه كان كله معارضات عالميه، وهيك اول ديفيلي عملته، فكنت بعدني بقول انه هيدا افضل شيء قطع معي لحد هلا. كيف تطور اسلوبك من اول عرض عملته لحديث اليوم؟ هلا اكيد بيتطور الانسان حسب الموضه وحسب الخط الموضه العالمي، كيف عم تتجه الالوان، القصات، القصص. الهويه تبعيتي موجوده بكل تياب، يعني حتى في اشياء بحس انه هلا بعدها بتنلبس. تتذكر شو كان اول فستان صممته لمين كان؟ اول فستان صممته كان لسيده هون بلبنان، وعملته بطريقة يمكن كان أول مرة بكتشف هالقد الأشياء الحلوة اللي عم بعملها، فهو أعطاني كتير تشجيع لقلعت وكملت. يعني فأني بتذكر كان لونه صمو وكان كتير حلو بوقتها. شو الحدث اللي بتفتخر فيه خلال مسيرتك المهنية؟ إنه قدرت أتنقل بالفاشن شوز بكل العالم، يعني عملت بأمريكا، عملت بأوروبا، عملت بآسيا، عملت بدول عربية. يعني كان كل فترة عندي خطوة جديدة عم تعطيني حدث جديد لشغلي اكتشف بلدان جديدة. يعني شو أكتر فاشن شو بتتذكره هيك بتحسه عزيز على قلبك؟ أول فاشن شو عملته كان ببيروت، وكانوا العارضات عالميات وجايين على لبنان، ومن جملتهم كان في نعومي كامبل، وكان في كتير أسماء كبيرة سيلبرتي، وكنت أنا بعدني مبلش جديد معهم. هيدا الشيء ما بنسيه أكيد أبدا. خبرنا شوي عن مجموعتك الجديدة لخريف وشتاء 2024-2025. مجموعتي الجديدة هي تقريبا عملت هيك بفكرة الطبيعة، فكرة القماش، اجت فكرتها من قماش الفلفت المخمل. وبتعرفي يعني المخمل كتير بحبوا، يعني اول ما تجي فكرة على راسك بالمخمل تروح على الالوان الخمرية، الالوان العنابة، الالوان، فطلعت فكرة العنب معي. فبتحس الكولكشن جماعه كله ديزاين واحد، هي يعني ايد العنب مع الورق، وبنفس الوقت اشتغلتها كلها مع الطبيعة وبالقصات الثريدي فعطيت شغل كتير حلو. شو أكتر فستان بهالمجموعة أخذ شغل معك؟ هن كلهم كل فساتين فيها شغل، يعني أنا ما بحس عندي فستان أخف من فستان، بس جمالا كلهم بيشبهوا بعضهم. يمكن فستان الأوف وايت هيك كان كله فيه ورق ومشغول أكتر. مين المصمم العالمي اللي بيعجبك أسلوبه؟ في كتير مصممين عالمية بيعجبوني أسلوبهم، بس بحب كتير جيفانشي وبحب ديور اثنين. يعني من عند مين بتحب تلبس أنت عادة؟ أنا ما بعرف ألبس، وبعرف لبس العالم كله، بس لما بجيت ألبس أنا ما يعني بحب حالي يكون كتير طبيعي، كتير سيمبل، كتير بيزك، ما كتير بيعني لي أنا أظهر. يعني مين النجمة اللي بتحب أنه تلبس من تصاميمك على ريد كاربت وبعد ما لبستهم؟ هلا في كتير نجمات، أنا يعني أكيد بحب الكل، بس هلا أكتر شيء يعني مع أنه صحتها مش منيحة كتير سيلين ديون، أكيد بحب لبسها، يعني لأنه بحسها هيك كمان من المغنيات اللي بتجذبني شخصيتها وطريقة أغانيها وهيك.